سام كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا، إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتن به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوع أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه. فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير.
ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكون هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الأب البار، إن العالم لم يعرفني، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون